تشكيلة النجم. بن بلقاسم يدخل إلى أرضية الميدان، والحديث عن دقائق قليلة متبقية قبل نهاية الأحداث هنا في شوط المباراة الأول، دقيقة قبل الوقت الأصلي، ثم بعد ذلك بانتظار معرفة الوقت بدل الضايع. الوضع حقيقة دائما ما نتحدث عنه، دائما ما نتحدث عنه، لذلك لا أستغرب استمرار يعني عدم إعطاء الفرصة للجمهور للتواجد بشكل كامل في المدرج، لأننا بشكل مستمر جدا نشاهد هنالك مشاكل. شوف الآن مشكلة بين جمهور الترجي والأمن، والوضع للأمانة يتكرر، وهذه ليست المرة الأولى، ليست المرة الأولى. جاي تتفرج الفريق، جاي تشوف، جاي تساند، جاي تعطي فريقك يعني دفعة معنوية من أجل مواصلة المشوار والوصول إلى بطولة الدوري والتتويج. أنا أتمنى حقيقة من المخرج أن لا يلقي الضوء على هذا المدرج، أن لا يعطي الموضوع يعني الشيء الكبير. لا لا، خلاص خلاص خلاص، خلينا في الملعب، خلينا في الملعب، خلينا في الملعب. مثل هذه الأمور لا نتمنى بأن نشاهدها، بالرغم من أن هذه الأمور تتكرر، تتكرر في الملاعب التونسية وفي المدرج التونسي. وعندنا مباراة الذهاب التي كانت حاضرة ما بين الفريقين وشهدت الكثير من الأحداث، تلك كانت في أرضية الملعب، واليوم هذه الأحداث هنا في مدرجات الملعب الأولمبي برادس. بالنسبة لجماهير الترجي ما بينهم وما بين الأمن، ممكن تعرض الفريق للعقوبة، ممكن الفريق يكمل بقية مبارياته من دون جمهور، ممكن هذا الأمر يعني بأن هنالك خصم للنقاط بالنسبة لنادي الترجي، ممكن أشياء كثيرة تصير، ممكن أمر وارد جدا بالنسبة للجماهير التي تتعامل هنا مع الأمن بطريقة لم نكن حقيقة نتمنى بأن نشاهدها في هذا اللقاء، في هذا اللقاء. يعني أن يدخل المشجع إلى الملعب هذا أمر ممكن أن تشاهده في عالم كرة القدم وفي كل العالم، لكن أن يتم التعامل مع الوضع بهذه الكيفية وبهذه الطريقة أمر لا نتمنى بأن نشاهده، لا نتمنى بأن نشاهده. لا تعطي انطباع للغير، لا تعطي انطباع للغير ممن يشاهدنا حقيقة من خارج تونس عن ثقافة المشجع التونسي. لا يمكن بأن نحكم على المشجع التونسي من خلال بعض الجماهير التي تتصرف بهذه الطريقة. مجموعة من الفيراج ينتصر الفرق تتراهن على كثيرة، لكن ممكن أن يقدموا صورة جميلة جدا للمشاهد في كل مكان عن الجمهور التونسي وعن وضعية المشجع التونسي. مشاكل بين الجمهور والأمن ليست المرة الأولى. مشاهد مثل هذه نتمنى أن لا تتكرر، نتمنى بأن لا نشاهدها، على أساس ما يصير الوضع خارج من يد الأمن، على أساس ما يصير فيه انفلات أمني، يعني جمهور يهرب أو أمن يهرب من الجمهور.